والإكرام، عاف مرضاهم، شاف مبتلاهم يا رب العالمين وجرحاهم، اللهم ردهم سالمين غانمين إلى أهلهم وذويهم، وحقق لهم النصر المؤزر يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل عامنا هذا عاما مباركا، عاما مباركا، عاما للانفراجات وتحقيق الطموحات وعلاج المشكلات والتحديات يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.